كالعادة مرحب فيكم بدرس جديد من كورس الأوتو ديسك ماكس المتقدم. طيب اليوم رح نشتغل على هي الكتلة بدون أي مقدمات. حكينا سابقا أنه نحن لما بدنا نشتغل على أي كتلة قدامنا شايفينها بكل بساطة حلل هي الكتلة. أوكي، أنا رح حلل هي الكتلة بشكل رئيسي، عندي كتلة وعندي تنتين وعندي هي التالتة اللي انتو شايفينها هون، تمام؟ عندي واحد اثنين ثلاثة. طيب الخطوة الرئيسية اللي لازم تعملوها واللي الكل بيتجاهلها انه نحن لما نشتغل شيء اشتغلوه يا جماعة على الاخر، يعني لا تشتغل الخطوط الخارجية لهذا الشكل وتروح لعند هاد ترجع تروح لعند هاد، ترجع تحط شوية فتحات هون شوية هون شوية هون، لا يا اخي بتتخربط الدنيا كلها وبتشربك حالك. طيب الطريقة الاسلم والاكثر احترافية انها تشتغل هي الكتلة بتفاصيلها بارتفاعاتها بكذا بكذا مع فتحاتها الى اخره، بعدين بتنتقل لمين؟ للكتلة يلي بعدها. على هذا الاساس نحن رح نبلش هلأ حاليا. طيب مثل ما حكينا لنبلش بهي الكتلة لحتى يكون عنا، نحن في عنا صاير شيء مثل هذا الجدار تمام بهي الطريقة، وفي عنا شيء بقلبه. خلونا نبلش بهذا الجدار اللي صاير بهذا الشكل الحلزوني نوعا ما. هذا الشكل حيكون عبارة عن ضلع 2 3 4 وهذا الخامس، خلونا نقول 4. رحنا لعند 3ds Max بنروح فورا على التوب تمام، لانه بدنا نرسم 2D ما رح نرسم 3D، فرح ناخذ اللاين ونرسم بهي الطريقة. خلونا نطفي الشبكة ما بيهمني لانه الموضوع عم يكون الشكل تقريبا هيك شكله بهذا الشكل هذا، صحيح؟ تمام، يعني خلينا نقول مثل التابوت ولا تشبيه طالع هيك. طيب قال هاد له سماكة، رح فوت على المستوى الثالث اعمل هيك قول له اعطيني فلت بهي الطريقة او اوتلاين عفوا بهي الطريقة لحتى شو كأنه القيامة عم تكون كبيرة شوي. طيب بسيطة ما في مشكلة، خليني انا كبر هاد الشي اعمل هيك على سبيل المثال، ارجع هلا فوت على المستوى الثالث وحدده قول له اعطيني اوتلاين مثلا بقيمة 5، حتى 5 كانت كبيرة. بسيطة، أنا رح أرجع أرسم واحد كبير أساسا، نعمل هيك، خلينا نقول هيك بهذا الشكل. طيب يلي بيعاني إنه يرسم هيك بهذا الشكل على الشاشة فيك تكمش هي النافذة وتحطها على جنب هيك تلزقها، وبيعطيك خيار إنه يتكبر بنص الشاشة ويختار أنت شو بدك بالنص الثاني. أنا رح بختار الفوتوشوب كرمال تضل عنا هي الكتلة بهذا الشكل. طيب حلو كتير، خليني أجي لهون. مثل ما انا شايفين هي الشكل تبعنا اللي عم نستهدفه، صار عندي المسقط تبعه. رح فوت على المستوى الثالث ومثل ما اتفقنا نعمل اوتلاين بهي الطريقة، شايفين كيف؟ اوتلاين كتير بسيط. هلا بروح على 3D نعمل اكسترود كنترول اي مثل ما تعلمنا. قديش الاكسترود ما بيهمني ابدا، عاطي شيء منطقي بالنسبة للكتلة ككل. اوكي هذا كيف انا بدي سكره؟ رح بعمل شغلة كتير ظريفة، مو هون الضلع هاد نازل، شايفين هاد كيف هي صاير على الارض وهذا صاير مرتفع لفوق. اوكي بسيطة، رح طبي على هيدا تولي كبسة زر، يلي ما شاف كبسة الزر يروح على الدرس الاول من الكورس المتقدم، فوت على مستوى النقاط حدد هدول، رح بنزل لتحت بهاد الشكل. بالمناسبة انا ما بفضل اني اشتغل ابدا على الاورثوغرافيك لانه بحس النسب مو ظابطة، فرح اروح على البرسبكتيف لحالي، بتطلع هيك بخلي الشكل يكون تقريبا مثل اللي انا شايفه لحتى اعرف اموري تمام ولا لا. قال هذا شوي الفتحة تبعه قريبة على هاي، اوكي تمام. في شي تاني؟ قال لا. حلو، هاي اول مرحلة خلصناها. قال تعالوا نشوف المرحلة التانية. المرحلة التانية في عندي شي واصل من الارض وعم يطلع لوين، يعني صاير مثل سطح انه بينطلع عليه. طب اوكي كيف بدي اعمل هذا الشي؟ قال رح قال لك كيف، ارسم البلان تبعه بعدين ساوي. قال رح روح على التوب وراح بعمل هيك وساوي بلين تمام، شايفين هذا البلين؟ برسم بلين. شغل الاف 4 يا شاطر، بنروح على الموديفاي وراح صفر الاضلاع هدول. ليش؟ تتذكروا لما كنت انا بالدرس الماضي عم برسم شيء من السطح عم شفه شف؟ نفس الشيء هون راح شفه بس بشيء عقلي، يعني انا هلا هذا البلين اخذته طبقته عليه شو الاديت بولي. حلاوه الاديت بولي راح يعطيك مرونه للنقاط يلي راح نشتغل عليها بهي الطريقه، شايفين هلا باخذ هيك انا راح برسم سطح تماما شو مشابه لهاد يلي انا عم ساويه. هلا هون للاسف رح يلزمني نقطة بين هدول، فانا شو رح بعمل؟ قال بكل بساطة رح بعمل نقطة التقاء او رح اخذ هاد او شوف شو رح ساوي، اخذ هاي النقطة واعمل لها كبسة يمين تارجت ويلد، رح باخذها هيك لعند هاي النقطة تمام لحمتن سوا.
طب هي شو بدي اعمل فيها؟ اه رح باخد هلا هذا الضلع، شفت؟ قام هيك حصلت على نقطتين بشكل نظامي. تمام، طبعا كل واحد منا له ترتيبه، له التكنيك تبعه الى اخره، ما بيهمني الموضوع. طبعا فينا احنا نستعمل السناب، بس انا ما بيهمني حاليا، عم بعمل شيء اسمه موديلينج ابستراكت، يعني شيء تقريبا ما له داعي يكون دقيق 100%. طيب شايفين هلا هي هذا الضلع كيف انا بدي امحيه؟ قال بكل بساطة فوت على مصدر اضلاع كنترول وباك سبيس بتلاقوا انضرب. طب اذا قلت له ديليت كمان رح يروح كلاته، اذا كبست باك سبيس رح يروح مثل ما اتفقنا. طيب حلو كتير، شو رح نعمل هلا؟ انا هلا كبست بس باك سبيس كرمالي اللي عم يسأل، فانا جربت لكم كل الطرق لحتى تقولوا انه استفدنا منيح من كورس الاستاذ وائل. طيب شو عملنا هلا؟ انا حددت هدول النقاط ورفعتهم بهي الطريقة يلي انتو شايفينها. طيب سؤال، وصلنا للشكل ولا ما وصلنا؟ طب اوكي، ليش عم نحكي 3 دي اس ماكس صعب يا جماعة؟ يلا تابعوا معي. قال هلا شو رح نعمل؟ شايفين هون في عندي باب صغير، شايفينه هاد؟ قال هذا باب، اوكي تكرم عينك. هي رح نلقى هون، كيف انا هلا بدي ارسم هذا الباب؟ قال بكل عشوائية تقريبا صاير بالنص، اوكي هي النص عندي، كنترول كبسة يمين وهي احلى بوكس. اوتو جريد، انا بني ادم برسم دغري على الجدار، وخلي يخترق شو هذا الجدار. قال شو بعمل هلا؟ رح بعمل بكل بساطة اختار هذا الجدار شايفينه وطبع عليه بروبليان. تتذكر شو شلون كنا نحفر؟ اوكي ستارت بيكينج، اخذنا هيك صار عندي باب. هذا الباب بدي اعمل له اطار، يلا نعمل اطار، كنترول كبسة يمين، ناخذ لاين، شايفين اللاين؟ بخلي الاوتو جريد شغالة وبروح بفعل سناب للثلاثة. ليش؟ منشان يرسم دغري على السطح ويرسم فورا على ال 3D، يلقط 3D، شايفين؟ هيك بتكون شو الامور كلها كويسة. بس بتطلع هيك بلاحظ انه شو عم يعمل، ما كتير عم يلقط معي، بس اوكي لقط بالنهاية. يلي ما لقط معه ما في مشكلة، يرسمه على السطح بشكل عشوائي، يطفي السناب مثلا انا رسمت هيك، وبعدين بظبط النقاط من وين؟ من الواجهة، بيطلع مثلا على الواجهة الليفت او الرايت، ما بعرف انه الواجهة صفيت، بس بكل الاحوال شو بتطلع على الواجهة وبيظبطه. خليني احذف هذا مبدئيا، شايفين هذا كيف طلع صاير مايل او شيء؟ بكل بساطة رح اخذ هلا هي النقطة واضغط اس مشان اشغل السناب واقفلها شو بالمسطرة مشان اقدر احركها شو على راحتي. طيب رح اشغل السناب واقفل بالمسطرة كأنه شوي معلق، ما في مشكلة. طب شو بعمل بالحالة؟ قال بروح على التوب بشغل F3، شايفين كيف يعني المشاكل اللي بتصير معي انا وعم بشتغل؟ رح شغل سناب 2.5، يعني بتصير مع الكل تماما، كتير في عالم بتتعذب وبتضل خلينا نحكي بتنق. تمام بهي الطريقة، خلاص هي اخذته انا على السناب صار موجود هون. اوكي تعال نعمل هيك، خلاص امور كلها سليمة. شو رح اعمل فيه؟ رح اروح على الموديفاي تبعه، اللو ريندرينج انيبل انيبل، ولا اعطيني ريكتانجلر وخليه يكون هيك اطار خفيف حباب بهالطريقة هاي. فوت على البرسبكتيف، اوكي تمام. يلي حب ياخذ هذا شوي اللاين لهون، ممكن ياخذ هذا شوي لهون، ممكن يرفع هذا لفوق، يلي بحب كيف ما بدكم. طيب خليني اشوف هلا شو السقف هذا، شوفي عليه، قال عليه فتحات مثلثات، كيف بدي ارسمهم هدول؟ قال ما تاكلها، روح لهون على التوب وارسم مثلثات، شغل الاف 3 كنترول كبسة يمين وراح ارسم شو لاين. قال هذا اللاين ما دخله ابدا بالرسم، بس شو بدي اعمل؟ شايفين هون كيف هيك محددين بهالطريقة هاي؟ رح برسم هدول الخطين منشان يكونوا جايد لاين بالنسبة لي، وانا رح برسم خط هيك ورح طفي الانيبل ورح برسم شو جايد لاين كمان بهالطريقة بهاد الشكل. تمام هلا برسم بيناتهم مين؟ المثلثات. رح بيجي لهون اعمل هيك لاين مثلا، رح برسم انا في عندي مثلث صاير بهي الطريقة، خلينا نشوف هيك الا يس، بيجي لهون واحد كمان موازي له على سبيل المثال واصل لهون، خلينا نحكي هيك الا يس. في عندي انا هلا هون ضلع صاير مربع بهاد الشكل، يعني وصلان حتى مش مربع، اخذ هي التضليعة اوكي الا يس، نجي لهون بنقول له على نفس الموازاة ناخذ هيك تقريبا، خلينا نقول هيك، شايفين كيف هلا هاد لاحق هاد تقريبا، فانا رح بعمل اسكيب وشوف يعني تقريبا اوكي ما في مشكلة، بعمل هيك وخليه يوصل لهون.
هلا وصله هيك، قل له تمام. هلا هون في عندي شو، مثلثين، عندي مثلث هيك وفي عندي مثلث كمان مكمل معه تقريبا للاخر هيك بهذا الشكل. قل له يس. هون في عندي مثلث صغير كمان بهي الطريقة. شايفين كيف يعني لحد يعقد الامور؟ خلاص يعني شيء بسيط. اوكي نجي لهون وبناخد مثلث كمان هيك بسيط، يكون هيك موازي لهذا. يعني انا حاليا دق الصراحة اخر شيء همي. هلا بدي اوصلهم كلهم مع بعض، كنترول، عفوا كبسة يمين بدون كنترول التاتش، وبروح بقول له شو وصل لي هدول كلياتهم يكونوا شو سوا مع بعض، عشان يصيروا شو شقفة وحدة. بس لنطلع لوين؟ على ال 3D. هلا شو بعمل فيهم؟ قال بدي احفرهم بهي. اوكي يلا كنترول اي اكسترود، بعلي الاكسترود شوي الصراحة. ليش؟ كرمال اتأكد انه عم يخترقوا مين هاد السطح. طيب خلوني انا احددهم واحدد السطح واعمل Alt Q يعني عزل. طيب في شغلة بدي اسألكم اياها، اذا انا هلا عملت للسطح هادي اللي شايفينه، عملت له Probillion Start وعملت هيك، شو صار هون؟ تلاحظوا انه مثل كأنه حفر من فوق وعمل فجوة من تحت، تمام؟ طب هو ما بخشوا لهاد، ليش؟ قال لانه السطح عبارة عن سطح واحد ما له سماكة. قال تعالوا نعمل له معناتها سماكة اول شيء، شيل، تتذكروا الشيل، نعمل سماكة كتير بسيطة شايفينها. قال هلا بصير بيعتبره جسم 3D start، نعمل له هيك وبصير عندي شو السطح بهي الطريقة. اللي بيلاحظ هيك كسرة طعجة، عمير سموث، يا سلام الامور كلها تروق. كبسة هيك انهايد اول، يا سلام. هلا بنطلع هيك بنلاحظ انه عن جد هدول شو طالعين هيك. طيب ما في مشكلة يا اخي، شغلة بسيطة، طبق ايديت بولي، ارجع خود هالنقاط وانزل شوي لتحت فيه، او اطلع بهي النقطة كمان لسه اسهل من انك تنزل بهيدينج. خلاص هيك الامور كويسة، تمام ما في مشكلة. هو منطقيا اساسا لازم يكون شو هيك. حلو، هاي ساوينا مين الفتحات يلي هون، ما في مشكلة، حسيت شي كبير شي صغير ما بيهم الموضوع الصراحة، المهم الفكرة من التطبيق. طيب بعد ما خلصت انا هيك، انا حابب شو اعمل؟ اعمل طبقة لهدول يعني تكون زجاج. طب كيف بدي اسوي هاي الطبقة؟ قال بسيطة، كنترول كبسة يمين، اخذنا بلين، راح اخذ اوتو جريد، رسمنا اوتو جريد على هذا السطح بهذا الشكل، خليني اقول هيك، وراح اروح لوين؟ على التوب. طيب راح طبق عليه شو؟ اديت بولي، راح بختار مستوى النقاط. بس في فكرة، لما حدد نقطة هلا راح اختار التحريك، مو فيو، اختار على اللوكال. ليش؟ لانه السطح مايل، فهلا هو كيف راح يحرك لي اياها؟ راح يحرك لي اياها على مستوى السطح يلي انا راسم عليه البلين، تمام؟ يعني ما عم يحرك اياه بشكل افقي. يعني بتلاحظوا هلا لما حرك، عم حرك على السطح المايل. اما لو كانت فيو بتلاحظوا انه وين عم يصير، شايفين الفرق هاد؟ طلع لبرا. فهلا انا شو بعمل؟ بنزل شوي لتحت، شايفين كيف احتويتها بقلب شو؟ بقلب الفتحات. راح اعمل Alt X، يا سلام شفاف بجنن، حلو كتير. حاخد هاد وقول له اعطيني الماتيريالز، وراح ادخل له شو؟ راح اعطيه هي الكتلة الرمادية، اوكي ابيض، وهي اعطيني ابيض، هذا راح اعطيه كأنه رمادي اغمق لازم بهي الطريقة. هلا راح حدد كل شيء واتفقنا شو؟ نجي لهون ونلونه اسود. ليش؟ مشان يلون الاوت الفريم يكون لون اسود، هذا ما تلون ابيض، تمام هيك لهون. هلا راح اخذ هاد ماتيريال اعطيه ابيض كمان، اوكي تمام. هلا كله رواق، شايفين ما احلى هالكتلة؟ خالصة هي هي. طيب تعالوا نعمل هي الاختراع الخزعبلي اللي هون. قال بسيطة، روح على التوب، دائما بنرسم من التوب، بناخد شو لاين، او اذا بتحبوا خدوا بلين ما بتفرق، انا برأيي ناخد بلين. هلا بقولكم ليش، راح طفي الاوتو جريد وراح برسم تقريبا من هون هيك، حلو كتير. هلا بروح طبق ضاير على شو؟ اديت بولي. ملاحظين انه صار شغلنا كلياته بالاديت بولي وبالبلين وبالكذا بهي الطريقة. مثلا انا راح اتفزلك وخلي شوي، او لا ما راح اتفزلك، خلاص خلونا نمشي حال الساوي ونعمل هيك بهي الطريقة. هو ولا مو هو؟ طيب راح نطلع لهون هيك شوي، تمام. هلا هيك انت عيني. نطلع هلا كيف بدي اساوي دول الفتحات؟ بسيطة جدا، تكرم ابو اللول. شوف شو راح نساوي. اول شي راح افوت على المستوى الثاني اللي هو الاضلاع، حدد هدول، تمام. خليني اعزله مشان تعرفوا شو عم بعمل. رح حدد هدول، كبسة يمين قول له اعطيني كونكت، بس هذا الرمز اللي على جنب. ليش؟ قال اول شيء بيفصل شقفة تكون هي، والبقايا رح يكونوا هدول. فانا شو رح ساوي؟
رح حرك هاي لهون تقريبا لعند هالمظلة هاي إلا صح. تمام هلأ رح بجي لهي الشقفة حددها بالأربعة، شو إلا إلا عطيني الديتاتش يعني فصل لي عن الشكل كله. خلاص هاي صارت لحاله هاي لحال. هلأ بنحكي على هاي. هلأ جينا هون فتنا على المستوى الثاني، حددت هدول كلاتهم كبسة يمين بالماوس، رح أقول له كونكت وصفر لي هاي. قال عطيني هدول هيك بأكتر من وحدة مثلا. أوكي نعطيه صح. هلا شو رح ساوي؟ قال رح حدد كل شي بالأربعة المستوى السطوح كبسة يمين، ورح أقول له عطيني انسات. بس هاي الانسات إذا بعملها بلاحظ إنه عم يعمل لي على الشكل كله. لا أنا ما بدي على الشكل كله، رح أقول له عطيني إياها شو؟ عطيني على كل سطح لحال. قلنا له اوكي صح، شايفين هدول شو بعمل فيهم؟ هن محددين ديليت خالص، كل عام وانتم بخير، هذا هو الشكل. اوكي بغض النظر نفس العدد او لا، بس هي هي الطريقه. طيب قال هلا بنجي لهي، كيف بدي اساوي هي؟ قال هي عباره عن صايره مثل مثلثات فايتة ببعضها، فانا رح بعمل نفس الشيء هون. قال اول شيء رح بيجي لعندها ورح طبق الايديت بولي كبسه يمين كونكت، رح اقول له اعطيني كم ضلع هيك. اوكي ورح ارجع احدد اللي بالطول واقول له اعطيني كمان كم ضلع، اعطيه صح. طيب شو رح اسوي فيها؟ رح طبق عليها ايديت بولي، ورح اروح لهون على البوليجون موديلنج واختار شيء اسمه جنريت توبولوجي. هلا رح بختار شيء تقطيع من هالتقطيعات، رح اقول له اعطيني اياها مثلثات على سبيل المثال، وبسكر هي خالصين منها. هلا شو رح اعمل؟ رح اعمل نفس الطريقه مع هي، رح اخذ مستوى السطوح حدد كل شيء كبسه يمين اقول له اعطيني انسيت واعطيني هي باي بوليجون باي بوليجون. نعمل هيك، شايفين هدول شو راح اعمل فيني حذركم؟ هيك نحطهم رقاق نعطيه صح، قال له ديليت خالصين كل عام وانت بخير. هاي صار عندي هذا الشكل، شو ناقصه بس انه يكون في سماكه. يلا نطبق شيل، نجي لهون هي نعمل شيل ما احلى، شوفوا هذا ما احلى كمان خالصين كل عام وانت بخير. كبسه يمين انهايت اول، شوفوا ما احلاهم الاثنين. هلا بحددهم، فود على الماتيريالز قول له اعطيني هي الماتيريال تكون هيك تقريبا، وهدول الاثنين يكون شو الوان الواير فريم تبعهم هون اسود. وهي خلصنا من الشقفه الثانيه. شايفين كيف نحن اكسنا على الشقفه الاولى واكسنا على الشقفه الثانيه؟ بس في شغله كثير مهمه الا وهي انه هون في عندي فايت شو الضوء، معناته هون في فتحه. اوكي بسيطه، رح بجي لهون ارسم بوكس عشوائي على السطح ما بيهمني ابدا، رح كبر هيك شوي واخترقه بهذا الشكل. شايفين كيف مخترقه؟ ما صار شيء. فوت لهون طبق بروبوليان ستارت بيكينج، كان عمود بخير خالص. شايفين الحياة شو حلوة؟ يلا نكمل شو الكتلة الثالثة. احلى شيء الكتلة الثالثة، تفاصيلها بسيطة وكتير شكلها اساسي. قال شكل مثلث، يلا يا شاطرين نروح على التوب كالعادة، كنترول ناخذ لاين نطفي الاوتو جريد، رح برسم مثلث على هذا الضلع تمام، لانه هيك انا شايف بالرسمة. خلينا نشوف هيك على سبيل المثال، رح ناخد هاد من هاي الزاوية هيك، خليني بس طفي الانابل مشان يبين معي الخط تماما، عشان نحاول قدر الامكان ما نعيد او نغلط. رح ناخد هيك شي تقريبا ونرجع لهون. هلا شو بنعمل؟ بنظبط نسب المثلث كانه هذا طلع شوي منحني، بسيطه. رح فوت على مستوى الخطوط باخذ هذا بعمل له ديليت، برجع كبسه يمين رح اقول له كونكت عشان اوصل خط جديد بهي الطريقه. طيب هلا فوت على مستوى النقاط بحددهم كلياتهم وبقول له اعطيني كبسه يمين، اقول له اختار نوع النقاط كورنر. تتذكروا لما كنا بنختار كورنر وسموث كذا؟ لو كانوا سموث شوف شو رح يصير تمام. فرح نختار كورنر عشان نحرك بشكل مضلع، فانا هذا حاسه رح يكون هيك بهي الطريقه، مشان يكون هاد قد هاد بالشكل بهي الكتله. طيب حلو كتير. هلا بس انا طلعت المثلث تبعي، شو بعمل؟ كنترول اي اكسترود، بحاول ضل عم برفع لحتى اوصل للنسبه اللي انا بدي اياها بالبرسبكتيف. شايفين ما احلاها؟ خلاص هذا هو المثلث، هذا كانه شوي اطول لهونيك، بس ما في عنا اشكال، نحنا فينا نطول هادي اللي بحب او يلي عندهم شو بيقولوا عنه هذا الوسواس القهري. طيب خلينا نعمل هيك كنترول اي، بظن هيك كافي، بعمل هي بهالطريقه هي. طيب هلا اول شغله بنلاحظها بالمثلث شو هي؟ رح نطلع على هدول الفتحات اللي على الاطراف، نبلش فين يا ترى؟ لا طول بالك، شوفوا شو في هون. قال في عندي شايفين هاي الزاوية؟
كأنه في هيك طالع لفوق شوياني. قال صحيح، رح طب عليه إدت بولي. شو رح ساوي؟ رح فوت على مستوى السطوح وحدد هاي كبسة يمين، رح قال له أعطيني شيء اسمه إنسات، يعني في عندي سماكة. هلا شو عملت أنا؟ حققت هاي السماكة. قلت له صح. هلا شو رح أعمل؟ قال لا تعمل شيء، ارفع لفوق شوي. إن شاء الله كل عام وأنت بخير. خالص هاي السماكة تبعي تمام، بس رح كترها أكتر شوي. رح أرجع كنترول زد، برجع إنسات، أعمل هيك أوكي صحيح هيك، ورح أرفع لفوق شوي. خالصين. هلا يلي ما بين معه شو صار بالتمام يروح يشغل شو سموذي، يطبق سموذ عليه ويطفي الاف 4، ببين معه شو هي اللمعه تبع الرفعه، شايفينها هي مثل ما ملاحظين هون بهي الطريقه. طيب قال هلا شو رح نعمل؟ قال تعالوا نعمل هدول، شو رايكم؟ حلو كتير. يلا شو بنعمل هلا؟ رح بجي لهون، اعطينا طريقه سهله يا استاذ وائل، رح طبق عليه اديت بولي. وخذوها قاعدة، كل ما بدنا نعمل شغلة جديدة بنطبق إدت بولي. هلا بنعمل مستوى الأضلاع، وراح أقول له أعطيني هدول الضلعين تمام. كبسة يمين قول له كونكت، قول له أعطيني كم شباك بدي، مثلا 4 5 ما بهم، راح أعمل هيك بشكل عشوائي 6 مثلا أوكي صح. طيب هون كمان نفس الشيء، عندي شو هدول الستة، وعندي كمان هون نفس العدد، كبسة يمين كونكت خلاص هاي امور تمام. طيب شو بدي اسوي هلا؟ قال نفس الطريقة اللي فتحنا فيها هون. طيب حلو كتير. قال لما تفتح بهي الطريقة شو رح يعمل؟ رح يصيروا هدول مالهم مستطيل تماما، يعني بما معناه اذا انا اخذت هذا وعملت له انسيت، شايفين شو الشكل اللي رح يطلع فيه؟ اذا عملت انا رحت اكسترود ونزلت فيه لتحت، شو رح يطلع الشكل؟ رح يطلع شو؟ موازي لهي السطوح، والصراحة أنا هذي اللي بشوفه صح أكتر تمام. أنا كان فيني بكل بساطة شو أعمل؟ روح أرسم بوكسات مربعات وبدون ما أقسم هدول كلياتهم، وروح شو حفرهم بقلبهم، وأنا رح أعمل هاي الطريقة وهي الطريقة اثنيناتهم ما فيهم أي إشكال. رح أعمل هيك مثل بوكس تمام، وأرفع، شايفين هذا البوكس؟ رح أعلي هيك شوي، عفوا رح أعلي هذا شوي هيك، اطلع لهون قول له خذ لي اياه شوي هيك اصغر، ونحفلناها شوي. راح شغل اف 3 واعمل هيك روتيت، شايفين كيف؟ يعني مثل روتيت بهي الطريقه، شايفين هدول؟ هلا بعطيه فيو او لوكال عفوا، شيفت وبسحب لوين؟ بسحب لهونيك. قديش فيه مثلا؟ 3، هي 3 اوكي كان عم بخير. هدول شو بعمل فيهم؟ هلا بطبق على واحد اديت بولي، كبسه يمين بقول له التاتش، عشان شو ما عذب حالي يضلوا 3 4 قطع، خليني قطع واحدة شيفت، وشو بعمل؟ باخذهم لهون اوكي، بعمل لهم روتيت بهي الطريقة، شايفين حياتنا احلاها؟ فقط هيك. يعني هون شو صار عندي؟ انا صرت خبير باني طلع شو الشكل باكتر من طريقة، فلا حدا يضل معتمد على طريقة واحدة يضل متمسك فيها كل مرة، يعني نوع غير منه بتتسلى ومنه بصير عندك خبرة اكتر تمام. طيب بعد ما خلصت منهم هدول موضعتهم بهالطريقة، كبسة يمين التاتش، برجع هدول شو بعملهم التاتش ببعض. حلو كتير. بروح على الواجهة بختار النقاط، وشو بدي اعمل؟ بدي هيك بس ارفعهم شوي لفوق. طيب شو بساوي هلا؟ راح ارفعهم هيك، شايفين كيف صاروا بقلب الشكل؟ هلا هاد شو طبق عليه؟ بروبوليان ستارت بيكينج، بعمل هيك كل عام وانتم بخير. هي صار عندي فتحات جاهزين. خليني اعمل شكل ابيض لانه الاخضر كتير بشع، خليني واير فريم شو اعمله اسود بهي الطريقه. طيب حلو كتير. قال هلا شو بقي عندي؟ هدول مستطيلات. يلا يا ابو اللول نفس الشيء. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، رح نعمل هيك بوكس ونرسم شو مستطيل. هذا المستطيل المعتر رح ناخده هيك لهون اف 3 حتى نطفي هدول، تقريبا جاي هو شو على قد هدول. بناخذ السكيل وبعمل لوكال، شايفين وقت الحفر انا يعني ما بدي على السنتي على السنتي، خلص على الشكل، شايفين كيف رجع الشكل محلاهم؟ نفس الشيء هلا باخذ هدول لهون، باخذ هاد لهون، طفي الشبكه مشان عم تضايقنا شوي، ما في عنا اي اشكال، امور كلها كويسه. ممكن نعمل شويه روتيت بهي الطريقه شفت، وبرجع بعضه لهون، برجع بعمل له هيك. فما بدي حدا ابدا يخاف من موضوع انه احنا عم نعمل كتل صعبه
وكبيرة كلها راح ياخذ غلط. يعني انا اللي عم درس هذا الشيء راح طبق اديت بولي واعمل لون التاتش، انا اللي عم درس هذا الشيء عم ياخذ معي وقت، فما في داعي كلاتنا تخوف من الموضوع انه يا الله الاستاذ عم ياخذ معه وقت هيك، فما بالك بانه انا عم اللي عم بعمله. لا، ما حدا يفكر بهي الطريقه، انا ما وصلت لهم بالسهل، وصلت لهم بالتعب. فجينا هون عملنا سكيل هيك لفوق ونزلنا شوي لتحت كرمال شو نحفر، نجي لهون ما بدي اطبق بوبليون تانية، ستارت خلاص كل عام وانتم بخير. هاي الشقفة التانية، طب هاي بالنص كيف بدي ظبطها؟ يا سلام عليكم. هلا بنروح على التوب بنشغل اف 4، كيف بدي ظبط هاي اللي بالنص؟ كتير بسيطة، شوف شو رح ساوي. رح طبق الايديت بولي تمام، ورح روح اخذ انا، او ما رح طبق الايديت بولي ما في داعي، شوف شو رح ساوي. رح باخذ شيفت واطلع لفوق او قبل الشيفت، خلوني بس ساوي شغلة انا ما اتداركت قبل ما احفر هدول. خليني اخذ ايديت بولي، كون انا ادركت الغلط اللي وقعت فيه، اخذ ايديت بولي بحدد على السطح كبسة يمين بقول له اعطيني انسيت، بدي اخذ شو انسيت لهاد المثلث اللي صاير بالوسط. رح اروح لهون اعطيني هاد المثلث اللي هون تقريبا هيك يكون اوكي. هلا شو رح بعمل فيه؟ رح بعمل فيه دي تاتش، هيا عملنا له دي تاتش. هلا صار لحاله، هلا شايفين هاد صار هذا الشكل عبارة عن شو؟ عن سطح مفرغ، شايفينها هي؟ فأنا لما أطبق عليها هلا بروبليون شو رح يصير فيه؟ رح ينحفر بهي الطريقة. طيب هاد المثلث شو بدنا نعمل فيه؟ خليني بس نقول مين المركز تبعه أول شي. شوف شو رح ساوي. هلا هذا المثلث كيف بدي اوصل فيه هدول الاضلاع؟ قال ما في نوصلهم. طب شو بدنا نعمل؟ قال عندك طريقتين، يا اما بتنزل المثلث شوي لتحت بتعمل له الت اكس، خليه يكون على سبيل المثال زجاج، وتروح شو بتساوي؟ شايفين كيف هون صار في فضاء ما عاد في سماكه، كيف بدي اعمل سماكه لهاد؟ قال رح اروح طبق ايديت بولي، اخذ مستوى الاضلاع اعمل هيك حدد هدول، شيفت وانزل فيهم لتحت. تتذكروا لما عملنا سماكه بالدرس الماضي؟ نفس الطريقه. طيب جينا لهون شو حنساوي؟ قال بروح على التوب وبصير برسم شو خطوط مثل هدول. يعني انا بشغل اف 3، هي اسهل شيء ممكن تعمل هيك. يعني ناخذ مثلا هذا هيك، بعمل هيك، برجع بعمل هيك، برجع بقاطع هدول فيهم، برجع بعمل واحد هيك، برجع مثلا بخلي يكون في ضلع على سبيل المثال رايح هيك، ما بعرف يعني بهذا الشكل. هلا شو بعمل لهدول؟ كبسه يمين التاتش، اعملهم هيك كلياتهم بصلهم بعض مشان ما اتعذب فيهم، بسحبهم لفوق. شايفين هدول شو رح صير فيهم؟ قال اعطيهم انيبل انيبل، اخذنا الريكتانجولر اوكي امور سليمه، نزل لتحت لحتى شو يتقاطع مع مين؟ مع الزجاج. شايفين كيف تقاطع معه؟ خذ السكيل معصهم هيك شويانه بهالطريقه، ارفعها شوي هيك، شو صارت امورك كلياتها شو؟ عسل. نجي لهون نعطيه هي ونقول له اعطينا هي اسود. ان شاء الله كل عام وانتم بخير، وهذا درسنا كان لليوم، بتمنى تكونوا استفدتوا تماما منه. بيجي واحد بيقول لي هلا استاذ انت ما كملت لنا هي، يا اخي الكريم صار عندك الفكره تمام، صرنا نعرف شو نساوي. نساوي هذا الشيء، خذوها قاعده باي كتله نحن بنساويها جديده. خلينا نجي لهون بغض النظر عن اللاندسكيب تبعها، كنترول كبسه يمين، راح اخذ بلين. دائما خلي المشروع تبعك متموضع على ارض بتصير بتشوفه صح اكثر تمام. هاخذ هيك على سبيل المثال، واذا كان شوي فاتح فانا بختار اللون هذا يكون غامق بهذا الشكل. شايفين كيف؟ هلا انا صار فيني كمان بدي اغمق انا على ما اظن هيك، صار فيني اعمل كونتراست بين هذول الاثنين، بتطلع شوفهم احلى. شايفين كيف؟ هي كتلتنا لليوم، بتمنى تكونوا استمتعتوا ويكون درس مفيد. ترقبوا الكتل الأكثر احترافية إن شاء الله بالدرس القادم.